عندما وحاول قلل أزمات عشق تقديم الخدمات وحاول أحاول حل الأزمات بس على فال فال كما قال كل الحلقات بس على فال فال كما قال كل الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر أصبر يا سلمان انزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت 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 في الأرشيف في الأرشيف في الأرشيف تنزل تحت 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 يا جموع تنزل تنزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع يا جماعة هذا حقك إن شاء الله بتاخذ راتبك الكامل مني أنا عجب أنا خايف أقول له يا مدام بعد إيش اللي سواه معي في الترقية والمكافأة التشجيعية بس أخاف تقولي لأن جمعة استغل الظروف أنا ما بصراحة ما أحب أستغل الظروف يعني ما من عادتي أستغل الظروف حاشاك يا جمعة أنت ولد ناس نعم وشبعان فلوس نعم أعرفك إن شاء الله بتاخذ كلمة حقوقك المالية مني أنا صاحبة الشركة سمعتني وأنا حاضر يا مدام بظل وراه لحد ما أجيب أجله قصدي يا مدام لحد ما أجيب لك كل أخبار وأمور الخاصة فيه أي نعم لكن سمعين يا مدامات أرجوش أفتن لا كل شيء عاد ولا الفتنة ما عليك يا سلمان يا ودم سلمان إن ما نزلتك ناطور على الباب ما أنا جمعي سهم يا سهم ايوه يا راشد راشد من راشد هذا انا قلت راشد ايوه ها راشد هذا هو بطل القصة اللي في يدي هو بعدين يحب البطلة واجد واجد نعم هو أنا أحبه بعد واجد واجد تعرف ليش ليش عشان غالب ما مغلوب زين ما علينا أنا جوعان أريد ألف أريد أكل وين الأكل أنت جوعان إيه صحيح أنا صراحة ها؟ صراحة يا خالد أنا ما طبخت خالد من خالد هذا؟ أنا قلت خالد؟ أيوة قلت خالد ها خالد هذا ولد عم للبطلة يحب البطلة واجد واجد لكن خسارة هي ما تحبه
راشد خالد انت ايش سالفتك هاليومين دول؟ ماشي ماشي زين ما علينا، انا عندي تمرين وجوعان شويه واريد اكل، اريد الب، اريد اطعر، اريد اي شيء ادخل بطني. ارجوك ارجوك كل اي شيء هناك تشوفه. بعدين سيف هذا شكله كثير كثير. من؟ من سيف بعد؟ أنا قلت سيف؟ أيوة قلتي سيف. يا إلهي سيف هذا بحار، بحار في الرواية، مسكين بغى يغرق، تعرف ليش؟ ليش؟ مسكين عشان ينقذ حبيبته بس. أنا بجن يا ناس، بنقهر، بشرخ ثيابي. عن إذنك يا بلقيس. إيش؟ بلقيس؟ أنا قلت بلقيس؟ أيوة قلت بلقيس. آه صحيح، هذه بلقيس تشتغل في المطعم اللي جنبيهنا، أنا سايرة لض عندها، سايرة أطعر عندها، عن إذنك يا حياتي. الله يصرفك يا جمعة. نعم نعم هذا عمالك مثل وجهك، يا إما غلطت أنا ولا أنت اللي غلطت في وصفاتك، لكن من هو؟ أنا وراي وراي لين يفش. نعم لين يفش. ما إلا أمان وما ممكن يوم الأيام أثق فيه. بس يا أمي وأبوي بهذه الطريقة ما معقولة بقدر أشتغل. يا إلا إن شاء الله ما أشتغل طول حياته. معقولة؟ معقولة موظف صغير مثل جمعة يتدخل بحياتنا يعرف كل كبيرة وصغيرة؟ هيا جمعة يا المسكين يلي نادوبك أبوي جمعة يبغى لله شكر، لولا جمعة كان الشركة اختربت من زمان وكان أبوش جاب شريكة على راسي. بس هذا اللي قاعد يصير يا أمي غلط. غلط ما غلط، لا تحطي راسي شو براسي، أنا أعرف أتصرف زين، خليش أنت بمذاكرتي شو بس. وأبوش أبوش خلي علي أنا أعرف زوار بخته. بس أبوي لما يعرف مش أنت متفقة مع الجمعة ساعتها كيف بيشتغل؟ يا الله إن شاء الله طول حياتي يظل عاطل، قولي آمين. أنا اللي خليت أبوش يستوي رجال بعد ما كان تحت خليته فوق مع الناس. إيه نعم بالأخير يجي يدوسني ومن عاد سلمان يدوسني أنا. لا يا حبيبتي لا بالطريقة هذه عمرك ما بتكسبينا، كان المفروض يكون بينكم نور لكن مع الأسف اللي بينكم نار، وهذا كله من يوم ما دخلت الفلوس بينكم. يعني حرام؟ حرام ان نكون اغنياء؟ حرام ان نكون مثل الناس وبني ادمين؟ بس الحب اهم يا امي، الفلوس تروح لكن الحب يبقى. انتوا اللي بينكم هذا شوك، ضياع، بركان، زلزال بيضيع البيت ويضيع كل شيء فيه حلو. انتوا ما فكرتوا فيني، ما فكرتوا في حياتي، حرام عليكم، حرام. وجدت غزالا في الليالي وحدي قالوا ثوري ابتسامة الأمل. الله الله وجدت غزالا. ايش السالفة؟ اشوف تشيكه وتعديله وتصفيده ما عدتك يعني. وجدت غزالا. لا ترد لعلك ما رديت. نسيت
الفلا لوحده. مسكي تعالوا ثوري بعد يتعطر. الحين هذه اللي جالسه تكلمك ما انسانه ما لازم ترد علي. زين كيف الحين وصلتي صابنه وبعدين كفستي؟ انا يا بنت الحلال عندي موعد مهم. نعم موعد مهم. ايوه مع مين؟ الهوى هوايا هوايا ام الهوى هوايا. الحين انت بتكلمني ولا ايش؟ ولا ايش يا مريم؟ انا اريد افهم انت رايح وين؟ وانت من متى مهتمه تساليني انا رايح وين ولا راجع من وين؟ انا رايح عندي موعد. موعد؟ اي نعم. مع مين؟ الهوى. يا سلام يا سلام على المواعيد الحلوه. الهوى هوا. اسمعني. نعم. انت احسن لك تحط وطليق هنا في البيت ها. وانا اروح اسوي لك شاي واجيب لك بسكوت ونشرب مع بعض شاي وبسكوت. الوجبه الرابعه اصلا هذه انا ما احبها. بعدين انا ما شربش الشاي. اشرب ازوزه. انا ما شربش الشاي. اشرب ازوزه. ما شربش الشاي. ما شربش. فاطمه يا بنت يا فاطمه. نعم بنتي. ايش رايك في ابوك؟ قمر والله قمر. انفع يعني؟ تنفع في التسبيله. المهم ابوك عاجب منك؟ تعجب الدنيا كلها. كفو عليك بنتي. صالح هذا بيجنني. نعم اشوفكم بعافيه. بعافيه؟ هين العافيه؟ العافية أنت خضيتها كلها هذه باينة فيه. قول أشوفكم بهم بحسرة بندامة. هدي 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 يا ميمي هدي. الله ميمي. أنا ميمي يا صوصو. أغراضي بينفجر يا ناس. عايدة حبيبتي اسمعين زين. أنا أحبش عايدة ولا يمكن أستغنى عنش أبدا. لو سمحت اطلع برا. عايدة يا حبيبتي أرشوش أعطيني فرصة أتفاهم معاش. إيش فيش أنتي؟ عم أنت إيش فيك لك؟ أنت تتكلم كل شيء؟ إيش تبغاني أقول؟ إيش تبغاني أقول بعد ما زوجتي قلبت كل شيء فوق تحت على رؤوس المعازيم؟ أنا في الحقيقة مستعد أتزوجها من غير زوجتي ما تعرف. لا إذا كنت تريدني أنا لي شرط. شرط؟ أي شرط؟ شرطي هو أنك تطلق موزة. أطلق موزة؟ كيف؟ ما كفاية أن الزوج واحد كبر أبوي؟ يعني كيف؟ يا عايدة موزة هذه كل شيء. موزة هي الشركة وهي الفلوس وهي كل شيء. سمعيني يا عايدة يا حبيبتي، إيش رأيش لو أنا وأنت نتزوج؟ ونتمتع بفلوسها وهي ما عندها خبر. بس انا ما اريد اشوف وجهك. عمي انت ايش فيك؟ انت حاول تقنع بنتك كلامها. قالت صم البوك ما تكلم. البنيه مو قالت لك ما تبغى تشوف وجهك؟ يعني راويها عرض اكتافك. توزين تو تكلم. قول وعندك. توزين تو تكلم. تو تخلي ظهري يكلمك. ظهري. توزين تو تكلم. اقول لك عقلها بنتك هذه عقلها. عايدة حبيبتي، عايدة حياتي، أقولش بنتزوج بس خليني أول أحوش على كل شيء وبعدين بطلق موزة. أنت تضحك علي وبنتك؟ إيش فيها بنتي بعد؟ بنتي هذه حبيبتي وهي تمنى لي السعادة والفلوس كلها بتصير حالش أنت وحال بنتي. إنزين وزوجتك؟ زوجتي هذه بطلقها في الوقت المناسب. أنت تضحك علي؟ اطلقها هي في الوقت المناسب. اطلقني انا بعد في الوقت المناسب ما كذا؟ لا يا حبيبتي لا يا حياتي، انت شايفاني انت حبي الوحيد، انت اللي صحيتي الحب في قلبي. لا خلينا. لا 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 ينام كيف؟ هو الحين خلاص صحى صح. نعم. عمي والدي ما دام نايم لا تصحي البرق. خلينا. لا 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 هو الحمد لله الحين صح. انت عرفت شرطي وتفضل مع السلامه برا. يوه حل عني، انا ما طايقه اشوفك ولا اسمع صوتك. انت ايش ما عندك دم؟ عندي والله دم. عندي دم مثل ما عندي فلوس كدس على قلبي وبتصير على قلبك وقلب امك وقلب ابوك. يا ساتر
عجبنك هذا يا خالي عجبنك؟ الصبر الصبر يا متريش الصبر. اصبر، واحد قبلك صبر وصبر وصبر الى ما اختاره الله. من هذا؟ شوف الجامة وانت تعرف. جامة؟ هذه صورتي هذه. ما شاء الله عليك، بدر بدر منور، نجوى عندها حق. سامع يا خالي سامع؟ ما ادري ايش اقول لك يا ولدي، بصراحة انت كذاك طول وعرض، وبعدين ما اعرف اوصف شكلك، والزواج معناه عشرة وعمر، والبنت ها؟ يا جميل، ايش الكلام؟ ايش اللخبطة هذه كلها؟ ايش تبغي يقول علينا؟ لا، من ناحية يا خالي انه مثل ما تقولين يا حرمة خالي انا ما عندي احساس، اي عشان كذا انا عمري ما جاتني حساسية من اي كلام. يا سلام، يا سلام عليك يا ولد اختي، يا سلام. تعرف لو ثلاثة منك في الدنيا كان خربت. اوه يا خالي، من هذا الكلام اسمع منه واجد. انا يا خالي من هالكلام ما يأثر علي ابدا. ما شاء الله ما شاء الله، ضد الخدش. صحيح كلامك صحيح. مثل ما قلت لك يا ولد اختي، لو ثلاثة منك في الدنيا كان خربت. اي بس يا خالي ويا حرمة خالي انا اريد اتزوج. الله يلطف بك يا ولدي، ويشد وزرك ويشد وسطك وتفارق. ايش قصدي؟ تكون وسطنا سعيد وسيف وعبد الله وبس. والله يا حرمة خالي انت حرمة طيبة. وبعدين يا خالي ابغى اتزوج، زوجوني يا خالي ابغى اتزوج. انا قلت لك ان انا ما اريدك وما اطيقك، والكلام في هذا الموضوع انا ما اريد اتكرر مرة ثانية، انت فاهم؟ انا اتزوجك غصبا عليك، فاهمة؟ انت ايش يا ساتر؟ هذه اكيد في حياتها واحد ثاني، انا لازم اعرفه. ولما تعرفه ايش بتسوي؟ بتقطع قطع مثل ما انا؟ قل لي ايش بتسوي. لا ما قطع قطع، اشتري بفلوسي مثل ما اشتري كل شيء. اليوم كل شيء بثمن، فاهمه؟ كل شيء بثمن، لكن في ديسكاونت خصم. تبغى لها شويه تعديل، بس شويه ابيض ونظارة سودة ونرتبها تطلع معتاي. نقول المعلم ما تنجح. لحظة ادخل تفضل. جمعة ولد اخوي حبيبي. يا عم صالح مساك الله بالخير. انت وين؟ الله بالخير. كيف الخطة معاك؟ ماشي؟ شو الاخبار؟ اي خطة؟ الخطة اللي قلت لك عليها اللي تغيظ مريم وتحسسها بقيمتك. بلا خطة بلا مريم، خلاص انا ادور على نفسي، نفسي وبس. يا سلام. عم صالح اصحى. ايه انا ما سويت كذاك عشان تهدم بيتك، ارجوك. انت ما سويت شيء، انا اللي سويت. انا كان قصدي تخافوا من الهواشة والضرابة هذه وتعيشوا في ود وسلام بس يا عمي، هاي قصدي. انت صحيت قلبي من داخل ضلوعي. نعم أنا الحين خلاص عايش حياة ثانية. يا سلام يا سلام. صحيح لما يقولوا الحياة حلوة حلوة يا جمعة. حياة حلوة؟ نعم. لا أنت الظهر باين عليك طايح في مصيبة يا عمي. بالعكس بالعكس يا جمعة، أنا حاسس إن الحب هو عمود الحياة. نعم. أي حب هذا يا ولد الحلال؟ حب اللي جاي تقول عليه. الله، هذه أغنية أم كلثوم تذكرني بالماضي الحلو، بالشباب، بالحيوية، بالنشاط. يا سلام. جمع. نعم. انا افكر اني اتزوج يا جمع. ايش؟ تتزوج؟ ايوه. اصحى يا عمي اصحى، انت ايش صار في مخك؟ اصحى. انا صاحي صاحي وفي احسن صحة يا جمع. شوف انا القاها منك انت ولا من سلمان؟ انا اللي فرحان. انا فرحان. عمي صالح. نعم. من هاي بالله عليك اللي ضحكت عليك؟ من هذي؟ ما في واحدة معينة، أنا لازم أعيش شباب مع أحلى حلم، مع أحلى بتر، أنسى الماضي وأعيش حياة حلوة جميلة كلها أعياد في أعياد يا جمعة. إيش سالفة الأعياد هذه؟ هذاك عايدة وانت أعياد، الحروف متقاربة يعني في توافق ما بينكم. وما الحياة إلا دقائق وثواني أو جزء من الثانية في هذه الدنيا الفانية. هزلت القرايح هزلت. ايه كل شيء بريال، صرت شاعر يا عمي. شوف يا عمي. نعم. انت مالك غير زوجتك وبنتك، وخليك في الواقع، لأن عمر الزمن
ما يرجع لي وراه. كل شيء بيتعوض. ممكن كل شيء يتعوض يا جمعة. لا 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 يا عم، هاي اللعبة لازم تنتهي. اي نعم، انا كان غرضي شريف، ما كنت فاكر ان المسألة بتوصل لهذه الدرجة. انا فعلا كنت غلطان، والظاهر اني غلطان 100%. لا لا يا جمعة، انت ما بغلطان. نعم انا مؤكد اني غلطان يا عمي، غلطان. جيت اكحلها عمت. انا دائما كذا، عشان كذا انا دائما محلك سر. جمعة انا ما اقدر اموت مرة ثانية ارجوك. يعني ايش؟ يعني اللي صح داخلي ما اقدر انو، النار اللي في قلبي ما اقدر اطفيها. لا يا عمي انا صاحب الفكرة، ولهني كفاية، لا تنقلب ضدك بعدين. انت صاحب الفكرة نعم، لكن ما بصاحب قلبي جمعة. قلبك لهذه الدرجة تبي تحسسني بالجريمة اللي سويتها يا عمي؟ آخ يا جمعة، أنت خدمتني أكبر خدمة في حياتي. لا أنا تسببت في ضرر كل الأطراف من غير ما أحس. لا يا عمي لا، لازم كل واحد يرجع لقواعده سالما. أنت تشتغل في الأخبار؟ لا 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 يا جمعة، أنا لا يمكن أرجع أندفن بالحياة مرة ثانية. خلاص أنا حسيت بشبابي، صرت أعشق الرياضة، أحب الموسيقى، أكتب الشعر، أقرأ القصص الرومانسية الناعمة. حرام أعيش واحدة منهم يا جمعة. والحين إيش تريد مني أنا المذنب؟ إيش تريد يا عمي؟ أريدك تساعدني ودخولي. لا يا عمي لا، لحد هني وخلاص بس. أنت حر، لكن أنا ما بزراير تحركك على كيفك مثل ما تريد. لا أنا أقدر أعيش حياتي تمام، غصبا عن الدنيا بحالها، وغصبا عن مريم وعن إذنك. على وين يا عمي على وين؟ أروح للحياة، للأمل، للحب، عن إذنك. والله حاله، إيش المراهقة اللي نازلة عليهم مرة واحدة هالأيام هذه؟ لكن لا، لازم يصحى. نعم لازم يصحى عمي صالح لازم. بس بعد ما صحي سلمان بالأول. أنت غلطانة، غلطانة في هذا الموضوع من الأول يا بنتي. أنا يا أبوي. ولا أنا يعني؟ ولا كيف تريدي تتزوجي هذا؟ اولا كبير في السن، وبعدين متزوج وعنده بنت في سنك. انا ما يهمني اي شيء، المهم انه هو عنده فلوس وخلاص. اي فلوس هذه؟ اي فلوس الله يهديك، ما احنا مستورين وعايشين والحمد لله. ليش يا بنيتي ليش تدفني نفسك بالحياه؟ ليش؟ هذا حتى حرام الله يرضى عليك. يا ابوي خلاص الموضوع انتهى. لا 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 ما انتهى ولا شيء، انتهى بالبساطه. ما هذا انت قاعده تبدي مره ثانيه. انا اللي بديته. يا بنيتي افرضي ان تطلق زوجته، ايش بيصير؟ طبعا 100% راح ينطرد من الشركه، وساعتها بينطرد من الاملاك والفلوس. يعني انت لا بتحصلي فلوس ولا الشباب حتى. انا ما عارفه ايش اسوي. يا بنيتي الله يرضى عليك، بس ليش معذب روحك بدون فايده؟ انا اللي معذب روحي ولا هو اللي معذبني؟ ها من هو؟ سعد اللي كنت مخطوبه له 3 سنين. سعد ولد اخوك اللي تركني وراح اتزوج واحدة غنية. تقومي ترمي نفسك في النار يا بنيتي. انا اريد فلوس، اريد اعيش، اريد اتمتع، واذا ما مع سلمان مع غيره، وسعد ما احسن مني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا بنتي حد بياخذ شيء من هالحياة؟ الدنيا فانية. با انا يا بنتي اذا تبغي تتزوجي واحد غني ما قلنا شيء، ما دام ان الزواج على سنة الله ورسوله. لكن الكلام مع سلمان شيء ثاني. شيء ثاني؟ يعني كيف؟ يا بنيتي قال لك لو تزوجتك انت وطلقتها هي، معناه ما يبقى في حياتي شيء اسمه فلوس. معناته اذا تزوجتي فوق زوجته. تشوفي هذا صح؟ انا خايفة يصير فيني مثل ما صار من قبل، وينتهي كل شيء في غمضة عين. لكن لا، اللي اخترب لابد يتصلح. Thank you.
لكن شوي جايينكم تعبان. اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك الله. تفضل تفضل. على مطمئن ان شاء الله. الصحة يا حاج الصحة خلاص الصحة في القوت يا عاد تو في القوت. اي نعم ونسوي ناخذ زماننا وزمان غيرنا يعني. لا ناخذ زماننا بس. كيف حالك يا عروسة؟ عروسة؟ نعم عروسة واحلى عروسة في الدنيا. باكر بين خبط سلمان وبين فجر والحين فرصة عادنا الحية تلعب على الثعبان. انت ايش تقول يا قومي هات الماء قومي ارقر بيموت الماء ايها الساقي الماء الماء ايها الساقي بسرعه جيب الماء 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 قبل لا يمس الطين الماء الماء روح انا اشوف قام يخرف هالانسان ويا مغلى الاهات يا مغلى الاهات كبت شبع وضربات واصوات ياه ويمكن يكون ممات صح يا عم نصر نصر النصر من الله النصر من الله تفضل يا عمي حمدان احسنت يا بنتي ما شاء الله ما شاء الله هالجمال هالزين هذا ما شاء الله معلومة منقي وطايح على شيء زين ما شاء الله أنا أشوف ولدي سلمان ضايع والهان مع حق يا بنتي أيوة لكن خليني أكمل كلامي خليه يتكلم خليه يتكلم براحته إحنا إيش كنا نقول قبل ما يجي هو أيوة يا حمدان تكلم حمدان من ذي حمدان بعد نعم شوية أنسى شوية يلي أحيانا شوية أنسى نعم حمدان نعم انا اقول لها لما نجي نخطب حاله الفاء اسمع مني اقول ايش كنا نقول احنا لا صقر ما صقر انا اسمي نصر نصر صقر صفر كل واحد يمشي ماشي مانع مو انت يعني وزنك وزن الذبابه احنا كنا نقول الله يسلمك يمكن يكون ممات صحيح كلامك صحيح كنا نكون ممات إذن ما في داعي نتكلم في اللي فات لأنه ثعلب فات وفي ديلي سبع لفة أنت ليش بتدور يا حلال ليش ما دخلت الموضوع مرة واحدة ندخل موضوع يا أخ عصر ندخل يا أبوي لا ظهر ولا عصر نصر اسمي نصر افتح النون سكن الراء مصر نصر نصر عصر مغرب كل يدخل جنة نعم صدق أنا ترى ولدي سلمان فحل هي حتى حين شوية أغلط أحيانا هي وناديه سير يا فحل تعال يا فجل سير يا فجل تعال يا فجل هي كذا أنا أغلط شوية الحقي يا عايز أخي بس مو أنا قلت شيء غلط ضحكوا علي ها ثقلوا خليكم شرواي مثلي ثقلوا انا يا عيال كبير شيء بضحكوا علي ولا مو ها بس وز بعدين عاد بتندموا بتقولوا يا ليت اللي استوى ما استوى بس وز بس تو انت ابو سلمان ومتبري منه مره ما ابغى اسمعه ولا ابغى اشوفه كيف عجب يجي يتعبكم ويخطب ويتزوج وما ياخذ شهوري كيف
مو عائشته يجوز عند الله لا يجوز. ما أنا الحقيقة ما كنت أعرفك أنك على قيد الحياة. على كل أن الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله. إيش يعني؟ باغي تذبحني؟ باغي تقني ولا بعدني في الشبابي ولا كيف يعني؟ عمي خليني أخلص كلامي. ثقلي شوية ثقلي. إيه أنا عرفت بعد سالفة العزيمة وموزة والمعازيم هاي كلهم إنك أنتي ما تكلمين سلمان، ما يعطينا وجه وتخفل التليفون في وجهه، وهذا هو الأصول. أنتي أصيلة وبنت أصول. بس هو قال إن زوجته موافقة، علشان كذا أنا رحت مع المرأة اللي فاتت. علشان كذا كان جاي شخصياً عند موزة ومبعوث رسمي. أقول لك إن موزة ما زعلانة، بس هي كانت يعني ما زعلانة إن سلمان يتزوج أو تلفان هاي يتزوج عليها. لا ما زعلان عشان كذاك، بس زعلان انه ما قال لها، خطط بوحده وسوى كل شيء وما خبرها، لذلك جات على راسه. والله اعلم هالمره هي بتجيعات. ايش؟ اي نعم نعم. واحب اقول لك بعد، موزه موافق على الزواج من سلمان انك تزوجينه، وانا بعد موافق. وهي بعد تتمنى تشوفك، تبغى تشوفك وتقول بلبسها لباس العرس بيدي. موزه؟ اي نعم موزه، اصيله ذي، اصيله خيل. خيل؟ نعم أصيلة. معقولة؟ معلوم. ترى قال لك إنها موافقة، يعني خلاص. والحين وين هو؟ أنتي مالش دعوة الحين يا بنتي، أنتي ما دعوة الحين في الموضوع. أنتي سكتي، وإذا اتصل فيك بالتليفون لا تكلمينه، ردي صق التليفون في وجهه ولا قفلي بالمفتاح والقفل. أي نعم، ولا إذا زوتها شفتي زوتها على اللزوم قطع السلك قطعي. ليش كل هذا؟ لأن موزة الله يسلمك موزة بتخليها لكم مفاجأة يوم الخميس الساعة 7 بالضبط، كل شيء بيتم، تكوني موجودة أنتي وبرضى كل الأطراف. وأنا بعدني بروح معكم. ما في داعي يا عمي، أقصد يا أخ صبر. أنا بعدني أنا أقول نصر ويقول صبر. نصر صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك. أنا ما أعرف والله إيش تقول أنت. إيش تقول أنت الحين؟ أنا أقول يعني المسافة طويلة، وأنت ما تقدر على المسافات الطويلة هي، بتتعب والجو بيكون صاخن ويمكن في أشياء كثيرة فيك تشوط. إيه ويوم الخميس في طريقي قبل دي مجنون واحد. هوا هوا يوم الخميس في طريقي قبل دي مجنون. يلا الله عليكم تتخر. لا فعلا خرفت. شرفت. ايه احسن من اني ولا خبرك. ايش؟ لا تروح ومبروك. شوف انا سيارتك القرنبع هذه ما لي شغل فيها، راح وديها المتحف احسن لك. ما صحيح انك ثقيل عاد انت. جمعه لا تغلط علي، ولا تاني والله بعيد الكره مره ثانيه. انت الحين بالله عليك انت يا ميكانيكي يا ابو شحم وزوز سلندرات دواير، انت والله عليك اللي يحب واحد يتنازل عنها كذا بسهوله. يا سلام، وانت في واحد يرسل واحد يثق فيه ويحترمه ويعتبره مثل اخوه يخطب له يخطب حال نفسه؟ قلنا لك يا اخي سوء تفاهم. يا اخي سوء تفاهم. معقول ابني ساعدتي على تعاستك يا مكيفات يا براغي؟ جمعه احسن لك تروح من قدامي، ولا ثاني والله بهد الدنيا فوق راسك. شد الدنيا؟ انت قادر تتوقع تشد الدنيا؟ اسمع يا بني ادم. نعم فاطمه الحين بدات تداخل وتاخذ الابتدائيه. انت يا اخي ليش ما تكمل دراستك يا اخي؟ اللي يحب حد يضحي علشان ويعمل المستحيل ما يقف كذاك متكتف. وتوظف بعدين. ما المهم تتوظف يا اخي، المهم تكون ميكانيكي مثقف ومتعلم. صحيح انت تشوف كذا يا جماعه؟ ساعات تتغير نظره فاطمه وابوها عنك، وانا اول واحد من يقول لك مبروك بعد. جماعه هذا بس ولا يوم واحد اعطاني وجه حلو. لما يعرف ان عندك طموح تتغير نظرتها عنك، مالك بيكون طريق مفروش بالورد والياسمين والليمون الى قلب فاطمه. جماعة الله يهمك، أنا بسوي اللي بتقولي عليه، بس ساعات لا تسعني. أنا صحيح إن يدينك ثقيلة شوية، لكن يا الله ما زعلان. الله يهمك، خلي لي إياها السيارة هذه وأنا بصلح لك إياها وبضبطها وبخليها مرة ما يحتاج. بالمناسبة أنت تغديت؟ لا أرجوك، هذه السالفة أدعي لي إياها مرة ثانية. من ذيك اليوم سالفة اللحم والمرق والخبز أنا بصراحة صرت لا أتغدى ولا أتعشى. لا ما دام المسألة وصلت لهذه الدرجة لازم يطلقني. أنت السبب. أنا؟ من اللي وصله لهذه المواصيل؟ من اللي خلاه يكره البيت؟ من اللي يصبح بهواشة ويمسي بهواشة؟ ما أنت؟ من اللي خلاه يحس إنه كبير وما له قيمة؟ المفروض يا أمي إنكم كبار، وكل ما تكبروا
تكبر قيمتكم في عيون بعض. يا سلام، هذا كله كلام الكتب والجرائد والمجلات؟ لا، هذا كلام هذاك التعيس جموع نعام وسوالفه مع حد غيره. ليش تتهربي من الحقيقة يا أمي؟ ليش؟ المفروض هذا البيت يكون عامر بالحب، ياخذني في حضنه، احتمي في ظله عشان أعرف أفرق بين الصح والغلط. لكن انتوا صارين مثل الطل والشمس، ما تلتقوا أبدا. صارت حياتنا ما تنطاق في هذا البيت، عيشتنا صارت تقصر العمر، وانت السبب. أنا السبب؟ هي نعم يا أمي، انت السبب، انت اللي خليتي ما يعرف شيء اسمه الحب والراحة. لهذا راح يدور عليها في مكان ثاني، والحين قاسة تصرخي ما طايقة ولازم تطلقني. ايش معنى هذا الكلام بس حالي أنا؟ هو وين يعني؟ يا أمي، الحرمة هي كل شيء، هي البيت، هي الظل، هي ميزان لكل شيء. عشنا وشوفنا، لازم يطلقني. تعوذي من الشيطان يا مريم، ولا تراني بقولها. لا أبوي، أبوي لا أرجوك. يا فاطمة يا بنتي، أنا سعيد إني أشوفك كبرتي. نعم، والكلام اللي كنت تقوليه لأمك أنا كنت رايح أقوله من أول، لكن خلاص مدام هي راضية أنا كنت رايح أتزوج أصلاً، كنت تارك الاختيار لها وهذه هي اختارت. يا أبوي لا أرجوك، أرجوك يا أبوي. يا بنتي خلاص الشيء هذا طلع من إيدي، وهالقلب الحنون الحين ما صار ملكي. يا أبوي، يا أبوي، هذا اللي عندك ما اسمه قلب نابض بالحب. لا، هذه حالة يمر فيها أي إنسان في مثل في مثل سني. ها خلاص يعني أنا شيب؟ لا 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 لا، أنا الحين ألعب رياضة. نعم، ألعب تنس وأتنطط على الحبل ومرتاح وماخذ راحتي، أعرف أفكر وأتغشمر وأضحك. واللي فات خلاص مات، الحين أنا شباب. أبوي. نعم. يعني في واحدة ثانية تفكر فيها غير أمي؟ يمكن يكون فيه، ليش لا؟ اللي هو أنا الأولي ما صرت إلا أنا الحين، وما معقولة أصلاً اللي هو أنا أرجع الأنا الهم والغم اللي كنت عايش فيه عن إذنكم. يعني بعتني يا صالح؟ الكلام هذا ما عاد ينفع، خلاص أروح أسمع موسيقى أحسن. أسوي لك شاي؟ لا. لأنك أنت تحب الشاي مع الموسيقى. لا. أسوي لك شاي وأجي أشربه معك؟ وأنت من متى كنت تحب الموسيقى؟ أحبها عشان خاطرك. عشان خاطري يا؟ عن إذنكم. صالح. نعم. لا تنسى تاخذ دواء الضغط في موعده بعد نص ساعة. عارف. ودواء الكبد بعد ساعة. عارف. ودواء السكر بعد ساعة ونص. عارف عارف عارف. يعني لازم تذكرينا بالماضي والمرض؟ إن شاء الله اللي يكرهك. يا غلطت أنا؟ وين كانت هذه الحنية والدلال من زمان يا أمي؟ وين؟ يعني كان لازم تواجهكم عاصفة علشان تصحوا. بعد إيش؟ بعد إيش يا أمي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل جماعة. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا ولدي، مرحبا وسهلا، كيف حالك؟ تدور على ايش يا ولدي؟ هذا ما كان بيت عمي، يعني هالكلام والهدوء والاحترام الزايد. لا لا لا، ما بيت عمي كده، انا غلطان يعني. جمعة. نعم. عمك باغي يتزوج علي. يا برودة، عمي ما حق بصراحة يعني. جمعة بصراحة يا حرمة عمي، أنا يعني خايف أقولها، ولو قلتها خاف تزعلي، وطبعا بكون قليل الأصل لو قلتها يعني، لذلك ما بقولها يعني. ما بتقول إيش؟ أنت كذا يا حرمة عمي على بعض يعني، مثل الفلفل اللي يحرق العين والخشم والفؤاد بعد، ولسانك مبيد يقتل الخير. بس بعدني يا حرمة عمي ما بقولها. جمعة. على فكرة فاطمة، حمد يسلم عليك. ايه، لا تجيب لي سيرة هذا الميكانيك قدامي. لانه يريدك يا فاطمة، خاصة لما عرف انك بتاخذ الابتدائية، فقرر هو انه ياخذ الثانوية ويدخل الجامعة، فحرام تظلمينه. خلينا في موضوع امي وابوي الحين احسن. ما شو صدقيني يا حرمة عمي، انت كاسرة خاطري واجد يعني. انت ولد طيب يا جمعة. نعم، وغالي، ويا ولد الغالي، يا ولد الغالي.
أجيب لك شيء تأكل؟ لا أنا خلاص عرفت أطبخ الحين. يا صرت ماهر 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 في الطباخة ماهر. وبعدين ترى المدام موزة عطتني كل حقوقي، كل اللي خصمه مني سلمان. على فكرة عمي وين؟ أنت ود سكتوا بس، صوتكم عالي، ما تخلونا نسمع موسيقى، خلونا نستمتع بسيمفونية هوفن. هوفن؟ هوفن يا عمي. اسمع، سيمفونية موزة وسلمان ما اريد تتكرر قدامي، خاصة مع عمي وزوجته بالذات. اصحى يا عمي اصحى. انا صاحي اقول لك صاحي، ما تشوف عيوني مبطلة كيك بري. هل عليك؟ لا انت مغمض يا عمي، اصلا مريم هاي تسوى الف حرمة. الله يسترك يا ولدي. انت تعتقد يا عمي ان مريم لو زوجت عليها بتزعل؟ يا اخي تزوج عادي. يهدك يا ولدي. يا اسمع يا إيمة. نعم. هذه حياتي وانا حر فيها، فاهم؟ حر فيها. لا انت ما حر، انا السبب، انا اللي قلت لك غير نفسك وعيش حياتك، وهذه النتيجة عاد. انت انا ثاني يا جماعة، انا اخدم يعني، انا اصلا خدام الانسانية يعني. فقلت يمكن التغيير يكون في صالحكم، لكن اشوف المسألة انقلبت يعني. انا والله العظيم قصدي اخدم، وقصدي اخدم. نعم. يعني انت السبب يا وجه الشؤم. ايش سويته؟ دخل علي فجأة بدون ما اخذ بالي. اتمنى امسك فيه واقطعه قطعة قطعة. من هو هذا؟ سيف ولد خالي، يفكر الزواج بالغصب. لا هذا ما يبغى تقطيع، هذا يبغى تكسير في تكسير. ها ايش قصدك؟ لا ما قصد شيء. اذا على ابنك احط الملفات على مكتب المدير، راضي اقول لك على كل شيء. معقولة تتزوج واحد غيري؟ تراك انت لا تحدي ولا تبدي، لكن كيف احدي وابدي؟ كيف؟ السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام. انت ليش جالس تكلم نفسك؟ وانت يا اخي ايش يخصك؟ صحيح ان في ناس ما تستحي. ايش؟ طب والله عليك سمعت عن واحد يريد يتزوج وحده بدون رضاها؟ يمكن يحبها. وانت تقبل هذا على نفسك يعني؟ طبعا، اذا هي تكرهني انا اتزوجها. انا اتزوجها ولا احبها، هذا شيء وهذا شيء. تضحك؟ الظاهر عندك حساسيه. لا زواج. مثلا هذه الانسه نجوى. نعم. عندها واحد قريبها ماسخ وما ينطق ويريد يتزوج. شنو يعني ما ينطق؟ ايش يعني ما ينطق؟ اي واحد تفل واحد، لا طعم ولا لون ولا رايحه. انت شايف كذا يعني؟ تعرف انا لو مكان ايش بسوي فيه؟ ايش تسوي؟ بضرب بخيزران محناي لين مطشوحه يزول على العين. سن نجوى تخبرك على كل شيء؟ طبعا، احنا زملاء عمل وفي مكتب واحد، نتكلم مع بعض ونخفف عن بعض. لكن انا ما اعرف، وبرغم اني ما اعرفك ولا تعرفني، لكن صدقني قلبي انفتح لك والله. وانا مخي انفتح لك. كيف يعني؟ ما فاهم. انت كمل بعد. لكن انت ما خبرت، انت من؟ صديق واتمنى اتعرف عليك. قول انت. ما اخبي عليك، انا احبها. تحب من؟ احب نجوى. اي والله احب. وتحب نجوى بعد؟ الظاهر انك مبسوط وهذا شيء جيد يعني. انا مبسوط وانت بعدك انت ما شفت شيء. انا جيت اليوم هني علشان اريحك. انت قلت لي ان هي ماخذه موقف من واحد يخصها كذا، قريبها يعني. انت جبت المفيد. صدقني انا احبها وهي تحبني. احنا صحيح بعدنا ما صرحنا لبعض، لكن العيون تقول اشياء واشياء، والقلوب حاسه بكل شيء. الله الله، روميو وجولييت. طبعا انا وجودي في حياتها هي اللي خلاها تتمرد على قريبها الماسخ التفل هذا الحص. قريبها الماسخ. ها قريبها الماسخ. يمكن قريبها عنده فلوس، غني. طز فيه وفلوسه يا اخي، طز فيه وفلوسه يا اخي. أيه. احنا بيننا حب يا اخي، انت ما فاهم؟ قيس وليلى قيس. فاهم يا قيس. طبعا قيس ابن المدوح، قصدي قيس ابن الووح الملوح. نعم مدوح. احنا نحب بعض يا اخي. تحبوا بعض؟ خير؟ ايش فيك توك بخير؟ عضك شيء ولا شيء يعني؟ والعض ما يكفي. انت ما تستحي بعدك جاي وراي الشغل؟ من هو هذا؟
اللي قدامك ولد عمتي اللي يريد يتزوجني بالغصب. لا تقولي لا يا صادقة، هذا الماصخ هذا ثقيل الدم. أنا لحظة بقول لك شيء واحد يعني. إيه تفضل تفضل. مع السلامة. هذا ما بترك الحين. معقولة بتصير هذه الفضايح في الشغل والسبب هذا السيف؟ هيا ضروري فرح والغم وضايق ومشاكل مشاكل.